السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي استفسار أو نبدأ يا جماعة؟ أي استفسار؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض المحاضرة المرئية رقم 17، اللي بيتكلم فيها على النظم المحاسبية المستخدمة في محاسبة التكاليف. النظم المستخدمة في محاسبة التكاليف. في عندي نظامين بيتم استخدامهم في محاسبة التكاليف، في حاجة اسمها نظام الأوامر وحاجة اسمها نظام المراحل. يبقى في عندي حاجة اسمها نظام الأوامر وفي حاجة اسمها نظام المراحل. نظام الأوامر معناه أن الإنتاج لا يتم أو لا يبدأ إلا بعد وصول أمر أو طلب من العميل بيحدد فيه الكمية المطلوبة، المواصفات المطلوبة، كل ما يتعلق بالأمر الإنتاجي. وبالتالي هتكون هنا وحدة قياس التكلفة هي الأمر الإنتاجي. ما يميز الأوامر الإنتاجية إن الإنتاج لا يتم إلا بعد وصول طلب من العميل. 2، الإنتاج ليس نمطي، يعني مش متشابه، يعني غير معياري، يعني كل عميل بيطلب طلب غير الآخر. 3، الإنتاج لن يكون بالحجم الكبير. الإنتاج لن يكون بالحجم الكبير. يبقى نظام الأوامر، الإنتاج لا يتم إلا بعد ورود طلب من العميل. الإنتاج غير نمطي أو غير متشابه. الإنتاج أيضا حجمه قليل. أما في نظام المراحل، في نظام المراحل الإنتاج للسوق، يعني أنا ما بنتظرش لحد ما يجي لي عميل يطلب مني، زي إنتاج الخاص بصناعة السيارات، صناعة اللابتوب، صناعة الجوالات. أما في الأوامر زي صناعة الأساس، زي صناعة الأساس، زي بناء السفن، زي المطابع. ممكن ما يبدأش الإنتاج إلا بعد ما يجي لي طلب من العميل. أما في نظام المراحل الإنتاج فيه بيكون للسوق، الإنتاج بيكون نمطي أو متشابه، الإنتاج بيكون بحجم كبير. طيب، هنبدأ بنظام تكاليف الأوامر ونحدد تكلفة الأمر الإنتاجي. هنحددها إزاي؟ كيف يمكن تحديد تكلفة الأمر الإنتاجي؟ كيف يمكن تحديد تكلفة الأمر الإنتاجي؟ تكلفة الأمر الإنتاجي تكلفة الأمر الإنتاجي هي عبارة عن إيه؟ تكلفة الأمر الإنتاجي كل ما يتم صرفه على الأمر من مواد ومن أجور، بس خدوا بالكم من مواد فعلية وأجور فعلية، أما التكاليف الصناعية غير مباشرة بتبقى مقدرة أو محملة. يعني أنا أقدر أحدد الأمر ده نصيبه قد إيه من المواد ونصيبه قد إيه من الأجور، لكن ما بقدرش احدد نصيبه قد ايه من التكاليف الصناعيه المباشره الا اخر السنه. فبقدر تقريبا التكاليف هتبقى كام. وفي اخر السنه يا اما التكاليف المقدره دي تبقى تيجي زي الفعل او اكتر او اقل. وبالتالي يظهر عندي حاجه هنقول عليها كمان شويه اسمها فروق التحميل.
يبقى فروق تحميل التكاليف الصناعية الغير مباشرة، فروق تحميل التكاليف الصناعية الغير مباشرة عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفرق بين التكاليف الصناعية غير مباشرة المقدرة والفعلية. مهم جدا اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي عشان احدد تكلفة الامر الانتاجي من كل عناصر التكاليف سواء مواد او اجور، بفتح خمس حسابات. أول حساب اسمه حساب مراقبة مخازن المواد. الحساب ده بيكون موجود فيه إيه؟ الطرف المدين فيه رصيد أول المدة من المواد وما تم شراؤه من مواد خلال الفترة. لو افترضناها كده أرقام سريعة مع بعض. لو افترضنا كده ان رصيد اول المدة عبارة عن 40,000 ريال. مواد اول مدة 40، وخلال المدة كمان اشتريت مواد ب60، يبقى اجمالي الطرف المدين 100,000. يبقى حساب مراقبة مخازن المواد الطرف المدين فيه بيكون رصيد مواد أول المدة 40 زائد المشتريات من مواد 60، يبقى الإجمالي 100. طيب في الطرف الدائم بيكون موجود فيها إيه؟ المواد ديت مباشرة وغير مباشرة. فهنيجي على مراقبة الإنتاج تحت التشغيل، دي المواد المباشرة المنصرفة للإنتاج. افترضوا انها كانت 50,000، انا صرفت للانتاج مباشر ب50، وفي كمان مواد غير مباشرة ب30,000. يبقى اللي اتصرف للانتاج المباشر هو 50 والغير مباشر 30، يبقى متبقي من المواد قد ايه؟ اقول له اذا رصيد الاجمالي كان عندي برضو عندي هنا الاجمالي 100، يبقى المتبقي عندي هو 20,000. ممكن اجيب لكم حاجة زي كده واجيب لكم المعطيات دي كلها واقول لكم من البيانات السابقه. يجعل الجانب المدين لحساب مراقبه مخازن المواد مدين بكام؟ هتقول لي مدين ب 100,000 اللي هي المواد اول الفتره والمشتريات. طيب المواد رصيد اخر المده يبقى كام؟ تحسبوا لي رصيد اخر المده وتقول لي رصيد اخر المده بيساوي 20,000. طيب نكمل مع بعض. ده أول حساب مراقبة المخازن. الحساب الثاني اسمه مراقبة الأجور. طيب حساب مراقبة الأجور. عبارة عن إيه حساب مراقبة الأجور ده؟ حساب مراقبة الأجور بيكون موجود في الطرف المدين إجمالي الأجر. سواء كان مباشر أو غير مباشر. إجمالي الأجر سواء كان مباشر أو غير مباشر. طب وفي الطرف الدايل؟ هيكون موجود فيه ايضا
الجزء المباشر والجزء الغير مباشر افسرهم. يعني الاجر المستحق، الاجر المستحق هيكون اجمالي في الطرف المدين سواء كان مباشر او غير مباشر. سواء كان مباشر او غير مباشر. واجي في الجانب الداين افسر المبلغ ده، اقول قد ايه منه مباشر وقد ايه منه غير مباشر. يعني لو افترضنا ان الاجر ده كان موجود مثلا ب 30,000، لو الاجر ده كان موجود مثلا ب 30,000، قد ايه منه مباشر وقد ايه منه غير مباشر؟ افترضوا كان مثلا مباشر 25,000 وغير مباشر عباره عن 5,000، يبقى برضو في الاجمالي تحت هو هنا 30,000 وهنا 30,000. المستحق مش مستحق للشركه، المستحق للموظفين على الشركه. المستحق للموظفين على الشركه. المستحق للموظفين على الشركة. تمام. نيجي على الحساب الثالث. الحساب الثالث بيقول عليه حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل. الحساب ده كل اللي اتصرف على الإنتاج خلال الفترة بكتبه في الحساب ده. فلاقي عندي هنا في الطرف المدين لازم يكون موجود في الحساب ده. رقم واحد رصيد أول المدة من الحساب كام؟ افترضوا ان رصيد اول المدة كان 10,000، يعني معناها عندي انتاج تحت التشغيل من الفترة اللي فاتت رصيده 10,000. طيب انت خلال الفترة صرفت عليه مواد مباشرة قد ايه؟ لو رجعنا كده للمواد المباشرة اللي احنا قلناها كانت 50,000. مواد مباشرة كانت 50,000. يبقى اقول له والله الامر ده خد مواد مباشرة ب 50,000. طب خد اجور مباشره قد ايه؟ خد اجور مباشره ب 25. يبقى خد كمان اجور مباشره ب 25,000. طيب وقدرت له تكاليف غير مباشره قد ايه؟ فالتكاليف الغير مباشره المحمله هقدر له مثلا تكاليف غير مباشره كمان ب 15,000. يبقى اجمالي اللي اتصرف على الانتاج هنا 10 و50 يبقى 60 و85 و15، يبقى اجمالي اللي اتصرف على الانتاج هو عباره عن 100,000. لازم هنا كمان يكون موجود ال 100,000. لازم هنا كمان يكون موجود ال 100,000. طب ال 100,000 دول قد ايه منهم اكتمل وقد ايه ما اكتملش؟ لو قلنا مثلا هنا في 95,000 انتاج اكتمل، يبقى لسه باقي 5,000 انتاج ما اكتملش. يبقى حساب مراقبه الانتاج تحت التشغيل الطرف المدين فيه بيكون مواد رصيد انتاج تحت التشغيل اول الفتره، وكل اللي اتصرف على الانتاج تحت التشغيل من مواد مباشره، من اجور مباشره، من تكاليف غير مباشره محمله او مقدره. طب في الجانب الداين بيكون موجود فيه ايه؟ الجانب الداين بيكون موجود فيه الانتاج اللي اكتمل قد ايه؟ الانتاج اللي اكتمل قد ايه؟ الانتاج اللي اكتمل قد ايه؟ والانتاج اللي ما زال تحت التشغيل اخر الفترة قد ايه؟ الحساب الرابع اللي هو حساب مراقبة الإنتاج التالي.
حساب مراقبة الإنتاج التام. في حساب مراقبة الإنتاج التام بيكون عندي أيضا رصيد إنتاج تام أول الفترة كام، رصيد إنتاج تام أول الفترة كام، ومراقبة الإنتاج تحت التشغيل يعني اللي اكتمل خلال الفترة قد إيه، اللي اكتمل خلال الفترة قد إيه، يعني كأن أنا بادئ السنة وعندي إنتاج تام أول الفترة قد إيه، واللي اكتمل خلال الفترة هيبقى قد إيه. افترضوا معايا ان كان عندي اول الفترة ب30,000 وخلال الفترة اهو كان 95,000 اكتمل، يبقى في هنا كمان اهو 95,000 اكتمل، يبقى الكل الانتاج اللي عندي 125,000، كل الانتاج اللي عندي 125,000. طب الانتاج اللي عندك اللي هو 125,000 قد ايه منه اتباع وقد ايه باق؟ لو قلنا اللي اتباع 120,000 يبقى اللي باقي 5,000، يعني كأن في انتاج اكتمل خلال الفترة وتسلم للعميل بمبلغ 120، وانتاج لسه عندي تام لكن باقي لم يسلم، انتاج تام لم يسلم بمبلغ كام؟ مبلغ 5,000، بمبلغ 5,000. طيب بعد كده حساب تكلفة المبيعات، حساب تكلفة المبيعات، حساب تكلفة المبيعات هيكون في الانتاج اللي اكتمل كام يا عم وبعته؟ هنرجع اهوت اللي اكتمل 120، يبقى اقول له والله الانتاج اللي اكتمل عندي 120,000، ونفس المبلغ اقفله في الارباح والخسائر كتكلفة بضاعة مباعة 120 بس. تمام، يبقى أنا عندي تاني علشان أطلع وأراقب على تكاليف الأوامر، عشان أطلع وأراقب على تكاليف الأوامر في عندي 5 حسابات بفتحها. حساب الأول مراقبة مخازن المواد، بيكون في الطرف المدين مواد أول الفترة والمشتريات خلال الفترة، وفي الطرف الدائن المواد المباشرة اللي اتصرفت للإنتاج والغير مباشر والمتوقع عندي آخر الفترة. بعد كده حساب مراقبة الأجور، في الطرف المدين بيكون فيه إجمالي الأجر المستحق كام، وفي الطرف الدائن إجمالي الأجر المستحق ده قد إيه منه أجر مباشر يبقى الإنتاج تحت التشغيل، وقد إيه غير مباشر يبقى التكاليف الغير مباشر. حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل بيكون فيه 1 رصيد أول المدة، 2 المواد المباشرة اللي راحت على الإنتاج خلال الفترة، والاجور المباشره اللي راحت على الانتاج خلال الفتره، والتكاليف الغير مباشره المحمله خلال الفتره او المقدره. اجمالي ده عباره عن حاجتين، انتاج اكتمل خلال الفتره وانتاج لسه ما اكتملش. اللي اكتمل خلال الفتره ب 95 واللي ما اكتملش هو ب 5، يبقى الاجمالي ايضا 100. اخد اللي اكتمل ده 95 او ده اللي اكتمل وكان عندي منه اول الفترة 30، يبقى كل الانتاج التام اللي عندي 125. سلمت للعملاء ما يعادل 120، يبقى لسه باقي عندي 5,000 لم يتم التسليم. اخد ال 120 اقفلها هي في الطرف المدين مراقبة الانتاج التام، واقفلها الناحية التانية حساب الارباح والخسائر. ده اللي بنقول عليه ازاي. هتلاقوا عندكم حاجات عمل كتير واسئله عمل كتير ما لكمش دخل بيها. يهمني فقط ان انا اعرف مكونات كل حساب، طرف مدين ايه والطرف الدائن ايه، طرف المدين والطرف الدائن. طيب هنيجي في المحاضره رقم 20 بنقول فيها كيف يمكن معالجه فروق التحميل. كيف يمكن معالجه فروق التحميل؟ فروق التحميل، فروق التحميل
هي عبارة عن الفرق ما بين التكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة أو المقدرة، والتكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية اللي حدثت آخر العام. يبقى الفرق ما بين التكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية المحملة أو المقدرة والتكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية اللي هي التكاليف الغير مباشرة المقدرة والتكاليف الغير مباشرة الفعلية. يبقى أنا قدرت التكاليف غير مباشرة كام وحملتها على الإنتاج، وهي جت فعلا قد إيه آخر السنة. إذا كانت الفروق غير جوهرية هنعرف إزاي؟ هكون قايل لكم أنا في التمرين إن الفرق ده جوهري ولا غير جوهري. لو الفرق غير جوهري مكانه على طول على قائمة الدخل. لو الفرق غير جوهري يبقى مكانه قائمة الدخل. طب لو الفرق جوهري، يبقى يوزع على الأوامر اللي موجودة كتعديل في تكلفة الأوامر. يبقى لو قلت لكم كده وكانت فروق التحميل غير جوهرية، أو قلت لكم فروق التحميل الغير جوهرية تعالج فين؟ على طول تقول لي تعالج في قائمة الدخل. يبقى فروق التحميل الغير جوهرية مكانها فين على طول؟ مكانها قائمة الدخل. طيب لو في فروق تحميل زي ما قلنا فروق تحميل لو جوهري لو جوهريه هقفلها فيه او اعالجها فيه الاوامر الانتاجيه، اضيفها على الاوامر اللي موجوده عندي سواء كانت تحت التشغيل او تام او مسلم للعملاء يا مبيعات. طب شوف المثال ده كده وهمني بيه، قول لي بلغت تكلفه الاوامر تحت التشغيل اخر الفتره 2000 ريال، يعني انا عندي اوامر تحت التشغيل اخر الفتره قيمتها 2000 ريال. والاوامر المباع 15000 ريال. والاوامر التامه اخر الفتره 3000 ريال. وعندي فروق تحميل بالنقص 800. كلمه فروق تحميل بالنقص يعني معناها ان انا حملت الانتاج او الاوامر باقل من الفعلي ب 800. يعني تكاليف الاوامر اللي عندي دي اللي هي ال 2000 وال 15 وال 3000 المفروض ازيد عليهم 800، لان هم في عندي فروق تحميل بالنقص 800. اول ما يقول لي فروق تحميل بالنقص 800 يعني معناها ان تكاليف الاوامر ديت اقل من الفعل بتاعها ب 800، يعني المفروض ازيد عليها 800. بس ال 800 دول ازاي اوزعهم على ال 2000 ووزعهم على ال 15 ووزعهم على ال 3000، كل واحد ياخد نصيب منهم قد ايه؟ تاني بقول فروق التحميل هي الفرق ما بين التكاليف الصناعيه غير مباشره المقدره او المحمله او اللي انا توقعتها وحملتها على الاوامر، وبين التكاليف الفعليه اللي حدثت فعلا. يعني انا قلت والله انا قدرت ان الايه؟ ان التكاليف الغير مباشره نصيب الامر دي منها كام وده كام وده كام وده كام. ده تقدير. جيت اخر السنه لقيت اللي صرفته فعلا على الصيانه على الايجار على النور والميه على كل التكاليف الغير مباشره، لقيت صرفت مبلغ يختلف عن المبلغ اللي انا حملته على الاوامر. فتظهر هنا مشكله. انت حملت على الاوامر مبلغ معين. طيب الاوامر التكلفه الفعليه جت مبلغ ثاني غير اللي انت حملته. طيب الفرق ده اعمل فيه ايه؟ قال لي فروق التحميل اللي هي موجوده عندي ديت اللي هي بالنقص اللي هي 800 هي عباره عن الفرق ما بين التكاليف الغير مباشره المحمله والفعليه. طيب
المفروض اخد ال 800 اوزعها على ال 2000 واوزعها على الخمسه 15000 واوزعها على 3000، بس اوزع بكام؟ تعالوا نجمع الفرق، نجمع الاوامر دي كلها. لو جمعت ال 2000 زائد ال 3 زائد ال 15، مش دول مجموعهم 20000؟ ال 20000 دي عباره عن ايه؟ عباره عن اجمالي تكاليف الاوامر. يعني كل الاوامر اللي عندي اجماليها هو 20000، اجماليها 20000. طيب ال 2000 نسبتها كام من 20؟ وال 15 نسبتها كام من 20؟ وال 3000 نسبتها كام من 20؟ تعالوا نحسب. لو خدت ال 2000 على ال 20 تساوي 20%، 10%. ال 15 على 20 75%، وال 3000 على ال 20 15%. يبقى انا هنا عملت ايه؟ جبت نسبة كل امر لاجمالي الاوامر. يبقى الاوامر تحت التشغيل نسبتها 10% من اجمالي الاوامر، والاوامر التامة المباعة نسبتها 75% من اجمالي الاوامر، والاوامر التامة اخر الفترة نسبتها 15% من اجمالي الاوامر. طيب نصيب كل واحد من الاوامر ده من الفرق، اروح واخد الفرق ال 800 اضربها في 10% يطلع لي نصيب الانتاج تحت التشغيل كام، واخد اللي هي 75% اضربها في ال 800 يدينا نصيب الاوامر المباعه كام، واخد نفس ال 800 اضربها 15% يدينا نصيب الاوامر التامه كام. هو السؤال ممكن يجي ازاي؟ بنفس الطريقه، هجيب لكم نفس التمرين زي ده كده واقول لكم من البيانات السابقه، فان نصيب الاوامر تحت التشغيل من الفروق كام؟ تقول لي 80. نصيب الاوامر المباع من الفروق كام؟ تقول لي 600. نصيب الاوامر التامه من الفروق كام؟ هتقول لي 110. طيب بعد كده ممكن سؤال تاني؟ اقول لكم تكلفه الاوامر تحت التشغيل بعد توزيع الفروق. هنقول هنا هي الاوامر تحت التشغيل كان تكلفتها 2000 وجالها كمان 80، يبقى 2000 زائد 80 يبقى تكلفتها 2080. ال 2080 ديت عباره عن ايه؟ عباره عن تكلفه الاوامر تحت التشغيل بعد تحميلها بناصبها من فروق التحميل. طب الاوامر المباع هتبقى تكلفتها الاصليه 15 زائد ال 600 ناصبها يبقى 15600. طب الاوامر اخر الفتره تكلفتها الاصليه 3000 زائد ناصبها 120 يبقى 3120. خدوا بالكم من حاجه، انا هنا قلت زائد ليه؟ لان كانت فروق التحميل بالنقص. لو نفس التمرين وكان فيها فروق التحميل بالزياده كان هيبقى ده نفسه، لكن لما اجي هنا بقى بدل ما كنت اجمع هطرح. يعني اقول كده لو فروق التحميل بالزياده يبقى تكلفه الاوامر 2000 مش زائد بقى 80، لا ناقص 80، والاوامر المباعه 15 ناقص 600 تمام، والاوامر التامه 3000 ناقص 120. ده كل ما يتعلق بالاوامر، ده كل ما يتعلق بالاوامر. يبقى الاوامر مطلوب من حضراتكم معرفه حاجتين، اول حاجه حسابات الاستاذ لكل الاوامر وطرف المدين فيها ايه والطرف الدائم فيها ايه. اتنين، فروق التحميل اعالجها ازاي؟ لو غير جوهري يبقى مكانها قائمه الدخل. طيب لو جوهري يبقى مكانها توزيع على الاوامر اللي موجوده. طالما هوزع على الاوامر الموجوده يبقى اقول والله الانتاج التشغيل نصيبه كام؟ الانتاج التام المباع نصيبه كام؟ الانتاج التام اللي مازال في المخازن نصيبه كام؟ اوزعهم نفس الطريقه. لو بالنقص وعايز اعرف تكلفه الامر بعد تحميله بيها ازيد الفرق على الامر، ولو بالزياده اطرح الفرق، يعني انا محملها باكبر مما يكفي. تمام كده. اي استفسار يا جماعه؟ اي سؤال؟
اي سؤال؟ طيب هنقف لحد كده وان شاء الله نكمل مع بعض اللقاء القادم ان شاء الله. جزاكم الله كل خير جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.